تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. في الملتقى في الملتقى. السلام عليكم. أما أنا لهذا الفارسي أن يترجل، هذه مقولة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها بعمر 100 سنة، قالتها في حق عبد الله ابن الزبير. أسماء ذات النطاقين، هذه هي الصحابية الجليلة التي لها مسيرة عطرة تكتب بماء الذهب. كثير من المواقف والأقوال والأفعال والشجاعة والجلد والحياء في سيرة أسماء بنت أبي بكر الصديق، كثير من الدروس والعبر في الحوار الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن على موعد مع صحابية جليلة نبيلة شريفة، إنها السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فلقد جمعت المجد بأطرافه كله، فهي صحابية وزوجها صحابي جليل، إنه سيدنا الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها صحابي إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وجدها صحابي أبو قحافة عثمان رضي الله عنه أرضاه، وابنها صحابي جليل وله منقبة شريفة نبيلة، هو أول مولود ولد في المدينة المنورة قبل الهجرة، إنه سيدنا عبد الله ابن الزبير. وأمها قتيلة بنت عبد العزة العامرية. هذه الصحابية الجليلة لقبت بلقب شريف عظيم بذات النطاقين. حياتها كلها كانت ملؤها الإيمان منذ أن بدأت الدعوة الإسلامية، فلقد كانت تحمل الطعام والسقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهم يهاجرون إلى المدينة المنورة. فاحتاجت أن تربط السقاء والطعام، فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت تلبس نطاقا، والنطاق هو إزار تشد به المرأة كي يرفع ثوبها حتى لا تتعثر عند العمل، فشقت النطاق شقين، فكان الشق الأول للسقاء وكان الشق الثاني للطعام، فلقبت بذات النطاقين. فيا له من شرف عظيم ونسب أصيل. ولتعليق على هذا النسب، النسب لا ينفع إذا لم يكن معه إيمان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهي الزوجة الصابرة الزاهدة، فلقد تزوجت سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه ولم يملك إلا فرسا في سبيل الله تعالى، وكانت أديبة شاعرة بليغة تؤنس جلساءها، فكانت لها رأي صائب رضي الله عنها وأرضاها. جزاك الله خير. الحقيقة الفضل يرجع لسيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، كان له الفضل على أصحابه وأهل بيته. الله سبحانه وتعالى يعني رزقه القبول والكلمة المسموعة
فأسلم جميع أبنائه وبناته ومنهم أسماء، فأسماء نشأت في بيت علم وتعلمت من أبي بكر بعض علوم الأنساب، وكانت كما ذكر الشيخ أحمد يعني كانت أديبة شاعرة ولها شعر. يعني احنا بصورة عامة الإسلام يعني مو بدون تكلف وبدون عفوية، المرأة كانت مع الرجل في التعلم، طلب العلم فرض على كل مسلم قال العلماء ومسلمة، لأنه النصوص الشرعية تأتي بصيغة المذكر، وأجمع الأصوليون على أنه إذا لم تكن هناك دليل على الخصوصية كل ما ورد للرجال فهو النساء مشمولين. بصورة عامة التعلم العلم هو فضيلة بحد ذاته، فكانت سيدتنا أسماء رضي الله عنها في بيت علم ودعوة، ورزقها الله الحكمة، وكانت تستشار في كثير من الأمور، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 58 حديث بعضها في البخاري ومسلم. لها موقف عظيم في مشورتها لابنها عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة وبقي يعني 12 سنة تقريبا، ولما كانت الدولة الأموية في الشام عاصمتها في الشام، كان في مكة الناس بايعوا لعبد الله بن الزبير، وتعرفون أنتم الدولة في داخل دولة كانت بأي زمان هي ما تحتمل. حصل ما حصل وكلف الحجاج، ومعروف الحجاج بظلمه وبطشه وجبروته. جاء عبد الله بن الزبير إلى أمه أسماء رضي الله عنها يشكو لها أن جماعة انفضوا عنه، قال لم يبق إلا قلة قليلة من الجند. فقالت الشأن شأنك يا عبد الله، إن كنت ترى أنك على الحق وتدعو إليه فاصبر، وإن كنت إنما خرجت لطلب الدنيا فبئس العبد أنت. يعني شوف سيدنا أسماء ما تدخلت في نية عبد الله وسياسة عبد الله ابنها وعمله، أنت عملك أنت اللي خططت، أنت اللي فتت بالموضوع، أنت اللي دخلت بالمعمعة، أنت شنو كنت مخطط، شنو كنت ناوي على الحق، أنا دوري أقول لك أصبر. قال يا أما أخشى أن أقتل ويمثل بي. قالت الشاة المذبوحة لا يؤذيها السلخ، إنك لأن تموت على الحق خير لي من أن تموت على الباطل. فاستبشر عبد الله من وصية أمه. لاحظ هاي الأم بشفقة الأم بقلب الأم، وابنها عرضوا علي طبعا ما يشاء من الدنيا، يعني قال عرضوا علي عبد الملك مروان ما أشاء من الدنيا على أن أسلم. فذكرته باللي قتلوا بسبب دعوته، قالت إن كنت على الحق فبت كما مات أصحابك من قبلك. فصبرته رضي الله عنه وودعته وداع. الأم المشفقة الحنون قالت يا بني أدن مني حتى أشمك فقد يكون هذا آخر العهد بك، لأن كانت مكفوفة البصر رضي الله عنها عمرها 100 سنة. فلاحظ يعني يشقد حريصة على ابنها، وابنها أمامه الدنيا، لكن هي أمانتها في الدعوة وأمانتها في النصيحة. لما استشيرت قالت لا شغلة يمك، إذا أنت تشوف نفسك على الحق لا والله الدنيا خلت ولي، أصبر على الحق وموت كما مات أصحابك. فلذلك رسمت طريقا لأصحاب المبادئ رضي الله تعالى عنها. تعلمنا سيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها درسا مهما في صلة الأرحام. ففي الصحيح تقول جاءت إلي أمي، وكان ذلك في وقت عهد بين المسلمين والمشركين، يعني في وقت إيقاف القتال في سنة 6 من الهجرة. تقول جاءت أمي وهي مشركة وجاءت لي بهدايا، فلم أخذ هذه الهدايا حتى أستشر الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أمي جاءت أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام معلم الإنسانية نعم صلي أمك، يقول عبد الله بن الزبير وهو ابنها. فنزل قول الله تبارك وتعالى فيها، قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هنا مسألة صلة الأرحام من المسائل المهمة التي يقول عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن صلة الأرحام معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وفي هذه الأيام نحن بأمس الحاجة إلى أن نعلم الأولاد والأبناء والآباء والأخوات إلى صلة الأرحام، فصلة الأرحام هي مجلبة للرزق ومجلبة للبركة، وهي من أسباب دخول الجنة. فينبغي على المسلمين أن يقتدوا بالسيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها بموضوع صلة الأرحام. والسيدة أسماء بنت أبي بكر حقيقة لها مواقف تضحية ومواقف جهادية عظيمة، لو أراد أن يستحضرها الإنسان ربما تمثل له عامل دفع قوي جدا، لا سيما أن تصدر مثل هذه المواقف من امرأة، وفي الغالب يرون النساء ضعيفات وقليلات كتمان الأسرار. حقيقة هي خرقت هذه القاعدة وأثبتت أنها أقدر لكتم الأسرار من كثير من الرجال، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمنها في أخطر رحلة، هي رحلة الهجرة النبوية الشريفة، حينما دخل إلى بيت أبي بكر الصديق وقال له: قد أذن الله لي بالهجرة فأخرج من عندك، قال: إنما هو أهلي وأهلك، كان يقصد عائشة لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها، فقال: لا بأس، وأخبر الصديق بأمر الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن اطمأن لحاله وحال هذه الرحلة العظيمة، لا سيما مع التهديد العظيم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن قريش رصدت 100 ناقة لمن يأتي برأسهما. فهذا أمر عظيم أثبتت بذلك أسماء أنها أهل لحمل هذا السر. ثم باشرت المهمة الجهادية العظيمة، فمثلت الدعم اللوجستي للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في أمر الهجرة، فكانت تذهب وهي حامل، كانت حامل بعبد الله، فكانت تذهب عبر الصخور إلى جبال جبل ثور لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار مكة، وأيضا موقفها مع ابنها عبد الله الذي تطرق إليه الشيخ محمود كان عظيما جدا حقيقة، ثبتته في لحظة وفي ساعات حرجة بعد أن فض عنه الناس وأدرك أنه مقتول، وكان عمرها في ذاك الوقت 100 سنة حقيقة، جاوزت 100. وبعد ذلك بعد أن صلب جاءت إلى المسجد وهي ضريرة، فأخبر عبد الله بن عمر أن أسماء في المسجد، فذهب كي يواسيها مشفقا عليها، فقال: إنما هذه الأجساد والأرواح عند الله، فاصبري واتقي. فقالت: يا عبد الله، وما لي لا أصبر، وما يمنعني من الصبر، وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، لا يحزنني أنه مات على الحق حقيقة. ثم بعد ذلك علم الحجاج بأسماء فدخل عليها، فقال: إن أمير المؤمنين قد أوصاني بك يا أمه، إن أمير المؤمنين قد أوصاني بك، فهل لك من حاجة؟ قالت: أولا لست لك بأم، أنا أم المصلوب على الثنية، على الثنية، وليس لي عندك حاجة، ولكن اسمع مني أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني موقف حقيقة صلب وجلد. قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف ثبير ومبير، أما الثبير فقد رأيناه، تقصد المختار، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. يعني موقف لا يقدر عليه الرجال حقيقة، تمثل في موقف هذه الامرأة المسلمة التقية الصابرة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يؤهل نسائنا، أن يجعلنها قدوة في جهادها وتضحيتها. نعم، أسماء، وإذا صح التعبير نقول عاشت الأسماء، هذه المرأة العظيمة الأسطورة التي وقفت أمام ابنها عبد الله وهو مصلوب، فقالت كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، قالت: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل. يعني ابنها يشوف أمام عينها مصلوب وتقول: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل. هذه المرأة العظيمة التي كان لها مواقف كثيرة، عمرها 100 سنة، أهدي لها ثوب رقيق، هذا الثوب
لما لمسته بيديها وكانت امرأة يعني كف بصرها في آخر حياتها، لم يعجبها فردته. قالوا لماذا يا أم؟ قالت إنه يشف، يعني يشف ما تحته في رأيها يعني. قالوا إنه لا يشف. قالت لعله يصف، يعني يصف الجسد. هذا درس لكل النساء اليوم، لكل من نزعت الحجاب، لكل من تركت الحياء، لأنه اليوم تجد حقيقة نساء كثير من النساء تركنا الحجاب وتركنا الحياء، يعني يتسولن في الأسواق، يعني وكشفت مفاتنها للناس، سافرة متبرجة تظهر يعني جسدها أمام الحاضرين، حتى أصبح لحم الغنم أكثر من أغلى من كثير من لحم هذه، يعني كثير من السافرات اليوم. حتى صدق من قال كل اللحوم تصاعدت أسعارها إلا لحوم السافرات رخيص، يكشفنه للناس قصد رواجه جهلا وذاك لعمري الترخيص. هذا الحياء الذي نحتاج اليوم. السيدة عائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فماذا قالت؟ يعني حسبت همها الوحيد ماذا كان؟ قالت أو ينظر الرجال إلى النساء يا رسول الله؟ يعني حياءها ليوم القيامة، حياءها لذلك الموقف، شالت هم لذلك اليوم. قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة، الأمر أشد من ذلك يا عائشة. فاليوم نحتاج من بناتنا ونسائنا أن تقتدي بفاطمة، بخديجة، بعائشة، بأسماء، بهذه الثلة العظيمة. نقول ماتت عمرها 100 سنة في سنة 73 للهجرية، توفيت ولم يسقط لها سن ولم يذهب عقلها، رحمها الله. نسأل الله أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى. أنا استوقفني حقيقة فعلها البسيط، هي سميت ذات النطاقين، والفعل بسيط ترى، يعني شدت به الزاد على الراحلة، لكن لأنه هذا الفعل البسيط في ظل سياق عمل عظيم اللي هو الهجرة، وفي ظل شدة وصراع وتحدي، أصبح هذا الفعل البسيط علامة على أسماء. فأوقات الشدة وأوقات التحدي والصراع، الأعمال البسيطة لا يزهد بها، بل تضرب في 100 ربما، وقد يسمون الأشخاص بأسماء وكنى وينسبون إلى هذه الأعمال الصغيرة على صغرها، لأنها تكبر، لأنها في ظل تحدي. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. شخصية هذا اليوم هي شخصية سيدتنا أسماء بنت أبي بكر. لها كلمة مشهورة قالتها للحجاج: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. فسكت الحجاج وخرج منها. حين تمتلك المرأة قوة الحجة تستطيع أن تقف في وجه كل معتد لتفحمه بكلامها. وهكذا كانت شخصية سيدتنا أسماء. أسماء شاركت في خطة الهجرة، أعظم خطة وأصعب مرحلة في التاريخ، لتكون عنصرا أساسيا من هذه الخطة العظيمة. سيدتنا أسماء شخصية قوية قيادية، استطاعت أن تبرهن للحجاج ولغيره قوة عقيدتها وثباتها على المنهج. أسماء عالمة وفقيهة ومعبرة للرؤية، كلها مواهب، لكن تبقى أقوى موهبة فيها هي قوة حجتها التي يسكت أمامها الطغاة ولا يستطيع أن يجاروا هذه الحجة. السلام عليكم. حياك الله دكتور. حياكم الله وبياكم. يوسف عليه السلام مستمرين معاه، شلون حول التحديات إلى فرص حقيقية؟ أكيد طبعا. يوسف عليه السلام، شوف الفرق بينه وبين أخوته، وهي دائما إحنا درس إلنا وللمجتمع. أكو ناس ملتهية بس بعيشتها وبالحسد ويباوع على غيره، وما يهتم أنه يبني لنفسه مستقبل ويضع له بصمة في الحياة، بصمة عطاء. وهذا مثل إخوة يوسف،
بدأوا بمؤامرتهم وانتهوا بالأخير يتوسلون به، تالله لقد آثرك الله علينا وانطينا حصة تموين وكذا. لكن يوسف عليه السلام عنده مشروع، عنده هدف، وهو نقل رسالة الإسلام عن طريق السلطة، يكون متمكن وينقل رسالة الإسلام. فكان كل تهديد يجي يحول إلى فرصة. وذكرنا يعني موضوع المراودة حولها بقى هو الرجل النزيه، صحيح قبض الثمن بعد 7 سنين لكن أجبرها هذه المرأة أن تقول أنا حصحص الحق. لما دخل السجن، دخل السجن وبعدين عبر الرؤية للملك وقال له رد لاعتباري. هو يعرف الملك بالأخير راح يطلبه، يقول لك أنا هكذا نوعية نادرة. قال له شو تريد؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا لازم يكون عندك سيفي، هاي درس لأبنائنا، سوي لك سيفي من البداية، اقرأ اتعلم، اقرأ حاسوب، اقرأ انجليزي، اقرأ اقتصاد، اقرأ آداب. فسيدنا يوسف عليه السلام عنده سيرة ذاتية، إني حفيظ عليم، أخذها من أجداده. وهذه طبعا أوصلته إلى فرصة عظيمة أن يتحكم في خبزة الناس، والناس راح تمر عليها 7 سنوات مجاعة. وزير الاقتصاد، بالضبط وزير الاقتصاد، وزير التجارة، مع كل خبزة قل لا إله إلا الله، مع كل خبزة يزرع خلق وسلوك معين. وهذا يحتاج صبر ويحتاج حكمة ويحتاج إلى حلم. فهذه هي واحدة من المسائل اللي يعني تحديات حولها سيدنا يوسف عليه السلام إلى فرصة. وأكو طبعا أمثلة كثيرة أيضا. نعم، الربانية واضحة في قصة يوسف عليه السلام، آلت طبعا به الأمور إلى أن يكون سياسي ثم بعد ذلك يكون وزير. السياسي الرباني يمكن يفتقد اليوم المجتمع العراقي بالضبط. ويبدو أنه قصة يوسف تعطينا الكثير حول هذا الموضوع. بالضبط. أيضا نرجع للواقع، يعني تشوف مجتمعاتنا قبل التغيير، طبعا مو بس مجتمعنا العراقي، مجتمعات العربية تلقي عند قدر من الربانية وضعف في الفهم السياسي، يدخل بالعمل السياسي يتقن السياسة تضعف عند الربانية. لكي تكون يوسفيا لازم تكون سياسي الرباني. الربانية في قصة يوسف عليه السلام كثيرة جدا، واحدة منها استعصامه، الأمر الثاني أنه ما استغل اقتصاد الناس حتى يفسدهم. كان ممكن يقول خلص أنا راح أسقط الملوك مال مصر وأنا أصير ملك، لا، استثمر حاجة الناس إلى نقلهم إلى الإيمان. من ربانيته أنه تعامل مع أخوته مو بمنطق الانتقام، من منطق قال لا تثريب عليكم اليوم. من ربانيته أنه هو لما أساءوا إلى بعد مرور يمكن 20-25 سنة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما شالهم التوثية أو قالهم بعد ما أنطيكم حصة ما تموين، أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. استوعبهم. صحيح هو هذا أيضا عامل أمني حتى لا يكشفون هويته، لكن أيضا ممكن يفسر على أنه رباني. وأخيرا وليس آخرا، من ربانيته أنه هو بعد ما يصير صار رئيس وزراء أو وزير كبير أو الوزير الأول، ما يجي يقول له إيه والله أنا كله بجهودي، لا، يقول له ربي قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث. شوف التعبير، يقول له من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما يبري نفسه، ما يقول من بعد أن وسوس الشيطان في قلوب إخوتي، ولا اتهمهم، إنما حال الموضوع على الشيطان. شلون تجرد، شلون عظمة. وإلى أن يقول ربي قد آتيتني من الملك، يقول توفني مسلما. إلى عدت شنو؟ أنت محسن. شوف تواضع الأنبياء، نفس الشيء اللي قاله سيدنا سليمان عليه السلام. أي تجرد، أي رباني، هاي تسمى في مدارج السالكين منزلة الفناء، أن تفنى في ذات الله بعد ما تحس نفسك أنت أصلا موجود، أنت لا شيء. فتخيل كل هالضيم اللي مر به سيدنا يوسف عليه السلام وكل هالغربة، وهو متعلق بأبيه يعقوب عليه السلام، يقول له توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وين السياسيين اليوم عن هذه الربانية؟ سؤال عظيم، جزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك. رسالة الإمام والخطيب، أو خلينا نقول رسالة المسجد هي بالنسبة للإمام والخطيب، هي ليست فقط في المسجد. الحقيقة يعني يجب أن يكون الإمام والخطيب اجتماعي، يعني مع المصلين، يعني معهم في إيجابياتهم، في سلبياتهم، في مشاكلهم، في أفراحهم، في أحزانهم.
بالنسبة لجامع مكة المكرمة اللي هو في الدورة في بغداد، معروف جامع مكة المكرمة، أنا في هذا المسجد من 1989، يعني بداية انفتاح الجامع والحمد لله في هذا المسجد. فمواقف كثيرة مع المصلين، فنشارك الناس في أفراحهم وفي أحزانهم وفي مناسباتهم، إضافة إلى نشاطات اللي في المسجد، يعني مثلا في رمضان الدروس للرجال وللنساء، أسئلة وأجوبة كذا، وكذلك في المولد النبوي أيضا عندنا مناسبات والدروس الأخرى. فهاي الإمام الخطيب يتعايش مع الناس، يعني كثير ما تجينا مثلا عقد قران يعقدون بالمحكمة، يجون على الشيخ، هذه فدعادات عند العراقيين إلا أن يعقد عند الشيخ أو عند السيدة أو كما متعارف عليه، أو أحيانا العكس، يعني يعقد يم الشيخ حتى ينزلوا للسوق كذا وبعدين. فأحيانا أنه يطلبون من الإمام الخطيب أنه يجي للبيت، لازم تروح لهم للبيت، يعني أحيانا مثلا في منطقة الدورة سواء بالقريبة أو مسافة بعيدة، فنذهب معهم في البيت نشاركهم في هذه الفرحة. وهكذا من المواقف الأخرى الحقيقة لل يعني بالنسبة إلي في المسجد، مسألة النازحين هذه أيضا يعني تذكر لجامع مكة المكرمة، يعني منطقة الدورة يعرفون موقف جامع مكة، وأهالي الدورة أيضا يشكرون على تعاونهم مع الجامع ومع إدارة الجامع. في يوم من الأيام، يعني وانت حضرتك أيضا بالدورة تعرف، حصل يعني خلينا نقول مطر على المخيم، مخيم حي آسيا. احتاروا النازحين أين يذهبون، قسم راحوا إلى العوائل القريبة، وقسم الآخر من سمعنا بهم دزينا سيارات جابت العوائل من المخيم إلى المسجد إلى الجامع. فانطينا خبر للأوقاف، بل الأوقاف وجهت أنه على المساجد أن تفتح أبوابها لهذه العوائل. فأغلب عوائل الأنبار جو الجامع مكة. زارنا في اليوم الثاني الدكتور عامر الجنابي مدير عام المؤسسات، وكذلك دكتور محمد عدنان الدليمي أيضا اللي هو مدير عام هيئة الاستثمار الحالي، وأستاذ سالم الجنابي أيضا كان مدير عام هيئة الاستثمار سابقا. فزاروا الجامع وشافوا العوائل، جابوا معهم مواد غذائية، جابوا معهم فرش بطانية وكذا، لأنه المخيم ما كان مهيئ لفصل الشتاء. فبقوا فترة بالجامع النساء في مصلى النساء والرجال مع الرجال بالمسجد، فرتبناهم أيام إلى أن الوقف السني رتبوا المكان المخيم اللي هو بحي آسيا. فعندما كان الدكتور عامر موجود، اتصل الدكتور عبد اللطيف الهمين من مصر على الدكتور عامر وطلب أنه أتكلم معه، فشكرني على هذا، قلت له هذا واجبنا، دولي أهلنا وناسنا، وهذا موقف وانتم انطتونا الإذن أن نستقبل النازحين. فأقصد هذا الموقف يعني من ضمن المواقف الريادية للجوامع والجامع مكة المكرمة بالذات. يعني هذه حقيقة يعني حبيت أن أنوه على بعض المواقف لجامع مكة في المنطقة والمساجد بصورة عامة في الدورة. والله دكتور أكرم، رسالة المسجد مثل ما تفضلت، في رسالتين للمسجد، رسالة داخلية في داخل المسجد، نعم، تشمل المسائل الإدارية الشرعية والإدارية الشخصية والاجتماعية، ورسالة أخرى خارجية مثل ما تفضلت. أنا أذكر أول ما استلمت قبل 10 سنوات أو 11 سنة استلمت المسجد اللي أنا بي حاليا بالدورة، جامع أبي الحسنين، جامع أبي الحسنين في الدورة الثانية في منطقة الصحة، تمام. دخلت كان مسجد صغير بعد ما طورناه، فدخلت إلى محلات الوضوء فأتفتش المسجد قبل أن أخطب المسجد أشوف وضعية المسجد، وجدت الخادم والمؤذن اللي قايمين على المسجد الله يحفظهم ويرحم الأخ اللي توفى، مصفط التوابيت في باب محلات الوضوء وجايب قطعة سوداء وكاتب عليها أقم صلاتك قبل مماتك. فأنا يعني وقفت على الصورة هذه ما عجبتني، فناديتهم قلت لهم تعالوا خلينا نشيل هذه التوابيت، وين وديتهم؟ انتبهوا بالسطح، صعدوا بالسطح، رحت طبعت لافتة أخرى وبيها يعني صورة كأنه الجنة يعني رمزية، وكتبت عليها أقم صلاتك تسعد حياتك، ولافتة كبيرة أتذكر. هذه كانت أول رسالة أريد أوجهها للمصلين، هذا المسجد جديد، ترغيب، إيه بس المسجد جديد وليس ترغيب. فباليوم الثاني أنا دخلت للمسجد بصلاة العصر، فقام رجل شايب الله يرحمه أبو فراس اسمه، عاني الرجل، قال أنت الشيخ مال الجامع الجديد؟ قلت له إيه. فأنا توقعت يعني زعلان، فقال رحم الله والديك خلصتنا من هذه القطعة السوداء اللي خاف روح أتوضى. يعني كان يعني ترهيب، أي ترهيب، الآن تخليت ترهيب بالضبط. مسألة أخرى، المسجد في منطقة كانت يعني خارجة من فتن عميقة وفتنة طائفية وكثير من المشاكل اللي بيها،
فكان ممنوع الشباب يحضرون يعني منع أمن ذاتي يعني مو ممنوع رسميا. الناس تخاف تروح المساجد. المسجد ما بيه خدمات صغير جدا. فأذكر حاولت أن أشرك المنطقة أرادوا إنه هذا مسجدهم. فأذكر في خطبة قلت لهم أنا إخواني لما يطلع أمر إداري يقال ينقل الشيخ فلان للمسجد الفلاني. فلما أسأل أقول أنا شيخ المسجد، لكن أنت لما تسأل يعني تقول أنا مسجدنا أبي الحسنين. فقلت لهم هذه اللي تستشعروها مسجدكم أبي الحسنين. فإذا أشعرتم هذا الشيء وبدنا نطور وتطورنا والحمد لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذه الآيات الكريمة في سورة إبراهيم عليه السلام في الجزء 13 من القرآن الكريم، ونتكلم عن لفظة يسيغه. يسيغه جاءت من أساغ الشراب، أي شربه سائغاً، والسوغ هو انحدار الشيء في الحلق بسهولة. وهنا يصف الله تبارك وتعالى حال المستسهلين بآيات الله والمكذبين للرسل ولمن استسهلوا بأحكام الله تبارك وتعالى، فتوعدهم رب العزة جل وعلا أن يسقيهم شراباً غير سائغ من شدة الحر ومن عصارة أهل النار، وعصارة أهل النار قيح ودم. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار أو شراب أهل النار. هذه الآية تدعونا إلى أن لا نستسهل بآيات الله، وأن لا نكذب الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن نكون مذعنين منقادين لأوامر الله تبارك وتعالى ونواهي الله تبارك وتعالى. ووردت ألفاظ مشتقة من يسيغه، منها قوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. وورد في سورة الحج قال تعالى يصهر ما في بطونهم والجلود. نسأل الله تبارك وتعالى أن نقبل أحكامه وأن لا نشك قيد شعره، وأن لا نستسهل ما أمر الله تبارك وتعالى به. السلام عليكم. تناولنا قبل قليل 5 قواعد، والآن سنكملها بال5 قواعد الثانية، فأهلا وسهلا بكم. القاعدة السادسة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتشف طاقات الصحابة ومواهبهم منذ صغرهم ويدلهم عليها ويحدد لهم التخصص المناسب. وهذه وقفة نحتاج أن نقف عندها بعمق، لأنها تتعلق بجوانب التربية وتنشئة الجيل الجديد. من يذكر لنا شاهد في هذا الشأن؟ نعم شيخي.
عمرو بن سلمة عمره 6 سنوات وأكثر شيء قيل بأنه 7، بعد أكثر قالوا 8، جعله إماما للصلاة لأنه كان يحفظ سورة البقرة. جميل جدا، رضي الله عنه. جميل جدا. شاهد آخر. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، نعم، لما أخبر عن رؤيا رآها قال نعم الرجل لو كان يقوم جميل الليل. جدا جميل جدا. كذلك سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة. بالضبط، سيدنا عبد الله بن عباس كذلك. جميل. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا عمر جالس فقال أين سراقة، وانطاء استشراف المستقبل قال تحمل أو تأخذ سوار كسرى. بالعمر لها علاقة؟ لم يكن صغيرا. تمام، جميل جدا، جزاك الله خير. شوف هذه الشاهد الأول، سيدنا ابن عباس كان يسكن في مكة ثم انتقل مع والدته إلى المدينة في آخر 30 شهر من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فترة اللي عاش مع النبي 2.5 سنين. 2.5 سنين بعمر 10.5 سنوات إلى عمر 13، ماذا فعل ابن عباس؟ كان يأتي ليبيت في بيت النبي في ليلة أم المؤمنين ميمونة لأنها خالته، لكنه لم يأتي كصبي ليلعب أو يدلل عند خالته، كان يأتي ليتعلم. فيقول فقام رسول الله فرفع يديه ودعا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت له بما الوضوء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصليت بجانبه. هو جاء ليتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام شخص فيه هذه الرغبة فأعطاه تخصص علوم قرآن مباشرة. أنت عقليتك وهذه، لا أنت تخصص علوم قرآن. الشاهد الثاني، سيدنا زيد بن ثابت أيضا كان عمره 11 سنة لما جاء النبي إلى المدينة، فجاء قومه يعني فرحين به إن هذا الفتى يحفظ من القرآن، فقرأ للنبي فيقول فأعجبته. هذه دلالة أنه النبي اكتشف فيه شيء، فماذا وصاه؟ أعطاه قال تعلم كتاب يهود تخصصت كلية لغات، فتعلمتها في كم؟ في نصف شهر، فكنت أكتب له إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له. مدير مكتب النبي عليه الصلاة والسلام للمراسلات الخارجية مع أشرس عدو كان واحد عمره 11 سنة. هذه النظرة، معناه احنا نترك الفتى إلى عمر 18 ولا 22 حتى بعدها ممكن أن نختار لتخصص أو مجال معين. ودليل دقة النبي في تشخيصه أنه يقول ثم تعلم السريانية في 17 يوما، ثم تعلم الفارسية في 18 يوما، يعني هو هذا هو مكانه اللغات. بالضبط، عندما تكتشف وظف، عندما تكتشف أعطي توجه. الاكتشاف لوحده ليس له دلالة إن لم تعطي له توجها واضحا. أدنى كارثة موجودة في عقلية الناس، نعم، بأن المراهقة سن ينبغي إيش؟ أنه يركن جانبا، ربما يعني يراعى من يعقل من يعقل يرجع للصواب، نعم. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام منهجه يشير لنا غير وأظن هذا. نحتاج أن نقرأ هذه المعنى من جديد، نعم، من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم المثالي في من أيام الأسبوع، الحقيقة هو اليوم المثالي اللي هو عندما أؤدي صلاة الفجر في المسجد. اليوم المثالي أعتبره كل يوم أصلي فيه في المسجد صلاة الفجر والصلوات الخمس وحافظ عليها في وقتها. اليوم المثالي عندما ألقي المحاضرة في الكلية على طلبة الدراسات العليا مرحلة الدكتوراه وكذلك الأولية، والطلبة نتناقش معهم وينتفعوا ويستفيدوا من هذه المحاضرة. اليوم المثالي هي رسالة المعلم، أعتبرها يوم مثالي. مثلاً أختار من أيام الأسبوع من هذه الأيام يوم الاثنين، لأن يوم الاثنين هو مفعم بالواجبات والالتزامات عندي. ابتداء من الصباح أصلي الفجر في المسجد والحمد لله، أوقظ الأولاد على صلاة الفجر،
ثم بعد الصلاة أقرأ شيء من القرآن وأذكار الصباح، وبعد شروق الشمس أصلي ركعتين سنة الإشراق أو سنة الشروق، ثم أتناول طعام الإفطار وأذهب إلى الكلية. أعتبر هذا اليوم يوم مثالي ابتداء من الصباح، لأنه في الكلية أيضا عندي محاضرة مع طلبة الدكتوراه، ثم بعد ذلك عندي في المساء في الأولية في المرحلة الرابعة والثالثة أيضا دروس. فلأنه المعلم أعتبر نفسي معلم، هو المعلم سواء معلم ابتدائية أو مدرس إعدادية أو أستاذ جامعي، هي رسالة المعلم. فرسالة المعلم رسالة عظيمة ورسالة مهمة. فعندما ألقي المحاضرة على الطلبة ونتدارس هذه المحاضرة وأشعر بأنني أديت هذه الرسالة، رسالة المعلم، والطلبة يستفيدوا منها، أعتبر هذا اليوم يوم مثالي. ثم بعد ذلك ويوم الاثنين بعد انتهاء المحاضرات من العليا ثم الأولية بالمساء، وأصلي الظهر في المسجد في الكلية، والعصر أحياناً إذا أدركتني الصلاة أصليها أيضاً في الكلية أو في البيت. ففي المساء عندي وقفة إيمانية أو نفحات إيمانية بعد صلاة العشاء مباشرة في المسجد، مسجد الحي في منطقة الدورة، محاضرة نفحات إيمانية في يوم الاثنين أيضاً من كل أسبوع. فأعتبر هذا اليوم يوم مثالي لأني أديت رسالة المعلم وأديت رسالة المسجد، محاضرة ألقيها على الناس في المسجد، فيصير فيها في الأخير حوار سؤال وجواب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال. وكنت أظنها لا تفرج في الملتقى.